ايوه سحس. ما هما كله بيقولوا لك ما سحس. مش كله بيقول سحس فيها يا جماعه. عامل ايه سحس؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه يا حمدي؟ الله، انت بتعرف الاصوات على طول انت. انا مستنيه بس يتكلم بس. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. والله انا عرفت ان انت في برنامج النهارده فسهران عشانك. حبيبي انت تضربني امبارح وتيجي دلوقتي تقول لي مش عارف ايه. ماشي يا عم لا ماشي، انت، لا يا عم بس مش انت يا عم، انت اللي جاي بتزعق لي يا عم. ماشي ماشي، مش هنتكلم هنا. يا كابتن سلام، عامل ايه؟ ازيك يا حمدي، اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. والله كابتن وحشني يا كابتن. والله ربنا يخليك، اخبارك انت ايه؟ كله كويس؟ والله كله تمام الحمد لله الدنيا كابتن. عامله ايه؟ والله كله بخير الحمد التمرين لله. كويس والمنتخب كويس وكله تمام؟ الحمد لله كابتن. يعني الناس، كنت عامل حلقه انت مع عمر ربيع ياسين، وكانت حلقه جامده جدا، والناس بتعتبرك دائما من الصفقات ناجحه الكبيره جدا طبعا اللي جات النادي الاهلي خلال الشهر يناير السابق. يعني نتمنى ان شاء الله انت دايما تفضل بنفس المستوى. خلي بالك يا كرة القدم، انت ممكن في ثانية تلاقي نفسك في حتة تانية اقل يعني. صح، فخلي بالك يعني، ربنا يكرمك الفترة اللي جاية ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. حسين من اللعيبة اللي ايه يعني، كنت هتضربه امبارح؟ مين اللي كان هيضربه؟ لا لا لا، ده هو كان في التقسيمة، فانا اتضربت من واحد وحمدي، فانا بعد وانا بقع في التاني كان حمدي في جاي النادي ولا في النادي. فانا بعد ما عديت من الاولاني وضربت، فانا جاي، فحمدي كان جاي فكمل عليا، كمل ضرب عادي. فانا بتكلم لحمدي يقول لي جاي، قلت له انت مالك، انت مالك انت بالمشكله، انت جاي دلوقتي انت كملت عليا، بس انا بتكلم على الاولاني. هو ده دوره على فكره، دوره ضرب. لا لا، بس هو حمدي بصراحه ما بيسميش على حد. لا لا ما بيسميش. لا لا، حمدي بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني من اللعيبه الرجاله اللي مسك الخشب بصراحه، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمه، بيتمرن كويس جدا جدا جدا، يعني من احسن اللعيبه في مصر بيتمرن في مصر. مش هقول لك في الاهلي بس، لا في مصر. هشام بسم الله، يعني محمد حمدي بسم الله ما شاء الله، جيم في الملعب، في الملعب حتى لو التمرينه مثلا بيعرف يلعب، اصل انا لا بحس ان هو ما بيعرفش يلعب. شفت انا بعمل له اسيستات في التمرين وفي الماتشات وفي الاخر ما بيجيليش، يعني بيباص وبيشوط وبيلعب بدماغه. الاسلام اتقال لما بيلعب تقسيمات معايا. ايوه، ما انا عشان ما باجيش اتفرج كتير، خلي بالك. بس حاجه تابعك بقى الفتره اللي جايه، خلي بالك. انا والجوكر فرقه واحده على طول، فهو لما بيخش معانا اساله ايه اللي بيحصل. بسم الله ما شاء الله، يعني في التمرين اكنه ماتش بجد، اكنه ماتش مثلا مش تمرين. لا مأمي يعني، التمرين يدخل عادي ويعمل تاكل، المدرب بيقول له مفيش تاكل، يعمل تاكل ماليش دعوه، هقتلك مش هتعدي. فحمدي بصراحه يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل كده ونكمل، وان شاء الله السنه دي احسن لاعب في مصر باذن الله، وربنا يكرمه مع المنتخب، يعني ربنا يكرمه ويمشي زي احسن من كده كمان ان شاء الله. احساسك كان ايه بالمناسبه باول هدف دولي؟ اعتقد الهدف اللي انت جبته ده اول هدف دولي. اول هدف اول هدف اول هدف هو كان اول ماتش ليا، يعني اول ماتش ليه واول هدف. كان احساسك ايه؟ عشان كان قاعد معاه في الاوضه بس. الله الله بقى. قاعد معاه في الاوضه. كان قاعد معاه في الاوضه. ده انت بقول لك ايه، بس خلاص هيبان الماتش، هجيب لك هديه منه دلوقتي. ايوه هجيب لك. كلم كلم كابتن اسلام بقى يا حمدي. مش هدبسك تدبيسه كبيره، يعني عايزين عشاء كده عشان برضو الراجل يعني عايزين نرم عظمه. تنوروني. هنجيب كابتن اسلام معانا. هو تحت عارفني يعني. انا حمدي مش شخص رجع بصراحه. حبيبي يا حبيبي، كان احساسك ايه بالهدف ده يا حمدي؟ لا والله جاستن، كان حضرتك عارف يعني كان اول ماتش ليا، والواحد يعني انا كنت بص فرحان ان انا موجود في اول ماتش في منتخب مصر، وان انا موجود في منتخب مصر لاول مره. وانا كنت بصراحه كنت عايز انزل، يعني انا قاعد بره هتجنن يعني، عايز انزل عايز العب. حاسس ان انا فرحان وعايز وانا نازل اصلا، حتى الكابتن قدام وكلموا معايا كلهم ان انا لازم اروح اكمل وكده. فانا حتى يعني انت كده كده بتكمل من غير ما حد يقول لك حاجه. صح. والله حسيت يعني قلبي حس ان انا هجيب جول سبحان الله، فالحمد لله يعني ربنا كرمني بالجول ده، والواحد كان فرحان جدا يعني. وكمان يعني الناس كلها يعني الحمد لله كانت فرحانه لي جدا، حتى الناس في المنتخب والناس بره المنتخب، فدي حاجه كبيره. بركات قال لك حاجه؟ ضغط كتير يعني. بركات بركات قال لك حاجه؟ كابتن بركات انا اسف. كابتن معلش. كابتن محمد بركات اتكلم، بيتكلم معايا يعني بيتكلم معايا كتير بصراحه، بيتكلم معايا على طول. قال لك ايه؟ بيتكلم معايا على طول، لازم تشد حيلك والناس عندها ثقه فيك كبيره. بيبقى مكشر ولا بيضحك؟ لا لا بمزاجه يا كابتن. مكشر بس هو بيحاول يكشر بس مش عارف، مش عارف. بيفضل اللي برضه يضحكنا كده بطريقه كده، مثلا في اي وقت تلاقي نفسه بيضحك لوحده. عسل عسل. يعني مثلا في كلام كده مثلا يتقال ممكن تلاقيه بيضحك ويضحكنا احنا. فظيع. لا بس خلي بالك منه برضه، ها مش سهل، خلي بالك. لا يا كابتن، الشخصيات اللي الواحد صراحة يعني ما اتعاملش معاك من احسن الشخصيات اللي اتعامل معاها في حياتك. جدا شخصيات محترمه جدا، شخصيه نظيفه بصراحه.
طب يعني اهم انا مش عارف اصل انا كل ما حد هيخش انا مش عايز حمدي يقعد يقول لي ايه اصل حسين بيحب مش عارف ايه لا انا عايزك تقول لي كده قصه حصلت بينك وبين بعض الناس يعني الناس عايزه تسمع القصص اللي بينك وبين بعض كلاعبين يعني يا حمدي لا يعني انا بيني انا وحسين يعني امال يعني بيني وبينك انا بيني وبين انا وحسين مثلا بيبقى في التمرين مثلا في التمرين خناقات بس مش في جامد يتخانق معايا ده بس انا نفسي انا ما بتخانقش يعني اللي هو مثلا زي مثلا ممكن زي مع بعض بس عادي الكره اللي بعدها عادي عادي نهزر عادي مع بعض مفيش اي مشكله يعني مفيش حاجه خالص مفيش اللي هو بصراحه في البلاي ستيشن ركبته في المعسكر ايوه كده هو انا كسبته في يوم كده كنت انا مموته خالص بصراحه بعد كده تاني يوم الكابتن موتني هو خالص هو دلوقتي بيقول ان هو اللي موتني لا ما هو اليوم دوت هو ما كانش فايق بصراحه عشان اقول الحقيقه قول لي هو ما كانش فايق وانا كسبته بس هو اليوم التاني بصراحه موتني خالص قول لي يا حبيبي والله كابتن اسلام بكسبه في كل الفرق ايوه ما انا قلت اهو يا ابني لسه بقول اهو انا لسه بقول انت تاني يوم ما قلت لي ما اتكلمتش وقعد معايا انا كنت بلعبه بمين هو بيلعب بمين طب هو كان بيلعب بمين خلاص كسبنا ما خلاص بقى لا اقول دي ما فيهاش حاجه قول لا خلاص يا كابتن كسبني اصل كسبني الماتش ده سبعه مش 6-1 يا عم 6 لا 7 مش 6-1 يا كابتن كنت بلعبه بوست هام وهو بيلعبني باليوفي يا نهار ابيض يا كابتن انا قبل الماتش انا قبل الماتش بقول له انا هكسبك يا كابتن قبل الماتش بقول له انا هكسبك كتير هو راح الشوط الاولاني بست كور جابهم جوان بس هام يا راجل يا كابتن راح اللي راح جول اللي راح بتدخل جول عليا بعرف ادافع وبروح على المرتدات كان بيلعب على هجمه المرتدات الكابتن بيروح والناس بطيئه اصلا عنده كانوا بيعدوني يجيبوا جوان ازاي وانا عمال اقول له يا ابني ازاي ازاي بيعمل حاجه في البلاي ستيشن ما اعرفش ما هو الجهاز بتاعه انا فاهمه في البلاي ستيشن فاهمه الكلام ده يعني ايه ويست هام بيلعب اليوفي يعني المشكله يا كابتن اللي هو الجهاز بتاعه بس هو المشكله في ايه الهجمه بيروح يجيبها جون وانا اروح اضيع تترد بجون يا ابني في ايه اعمل ايه يا ابني في ويجيبها ويضحك انت بتضحك على ايه لا شخص من الشخصيات اللي انا بصراحه كابتن اللي انا بحبها في النادي شخصيه محترمه جدا ومحبوب في النادي ومحبوب في وسط الفرقه كلها يعني يعني في النادي كله مش لعيبه بس يعني الحمد لله محترمه وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله حبيبي ان شاء الله قدامه كتير وربنا يكرمه ان شاء الله يحقق حاجات كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله سافرين الامارات بكره الصبح ان شاء الله بكره الصبح ان شاء الله بكره الصبح ان شاء الله تسافروا وترجعوا بالف سلامه ودايما تحطوا في دماغكم النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحملكم مسؤوليه كبيره جدا 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 السنه دي ان شاء الله هنأدي المسؤوليه باذن الله البطوله الافريقيه ان شاء الله واللعب في كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله طبعا منتخب مصر ان شاء الله ان شاء الله تعملوا حاجه كويسه جدا وتوصلوا في امم افريقيا وكاس العالم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا حمدي شكرا جزيلا النجم حمدي فتحي طب انا عايز اكمل المكالمات طب عايزين تروحوا التقرير طيب خلينا نروح